الطبل بدمشق والعرس بحرستا، هي عبارة محرفة عن مثل شعبي شامي، لكنها مطابقة للواقع الذي عاشته العاصمة مع دخول عام 2018. ففي الوقت الذي يطلق عناصر النظام آلاف الرصاصات في سماء دمشق احتفالاً برأس السنة الجديدة، تتوجه مثيلاتها إلى مواقعهم على بعد عدة كيلومترات شرق المدينة، وتحديداً في منطقة حرستا، لتسجل تقدماً استراتيجياً للثوار. أحياء العجمي والجسرين والحدائق والإنتاج وكتلة المدارس ومشفى البشر ومبنى مديرية الأفران في ريف دمشق أصبحت تحت سيطرة الثوار، بحسب ما صرح حسام طرشة مدير العلاقات الخارجية في الجناح السياسي بحركة أحرار الشام. المسؤول في الحركة أكد تمكن الثوار من حصار مجموعات من عناصر قوات النظام داخل إدارة المركبات العسكرية، والسيطرة على جامع عبد الله بن عمر وجامع أبو بكر الصديق المطل على مبنى محافظة ريف دمشق، إضافة لطريقي حرستا دوما وعربين حرستا. هذه العملية العسكرية المباغتة تأتي ضمن المرحلة الثانية من معركة بأنهم ظلموا، التي بدأتها حركة أحرار الشام في 14 من شهر تشرين الثاني، وخسرت قوات النظام خلالها نحو 50 ضابطاً و500 عنصر وعشرات الآليات العسكرية وفق ناشطين، ولم تنجح محاولاتها المتكررة في استعادة الأجزاء التي خسرتها داخل إدارة المركبات. النظام رد على خساراته في حرستا بحملة قصف جوي ومدفعي مكثفة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المشمولة باتفاق خفض التصعيد، خلفت عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال ودمارا كبيرا في الأبنية السكنية. ضربة موجعة للنظام مع أول يوم من عام 2018 في الغوطة الشرقية ربما تكون بداية لنهاية مأساة آلاف المحاصرين منذ 5 سنوات.